طيب خليني اقرا المكتوب بهي اللورة. بس هيك رح ياخذوا منك وقت كتير ورح تطول ابني. خلص انا قريت كل هدول الورق، اوراق الموافقه على العمليه، لا تخاف ما رح يسرقوا املاكك. بشو عم تفكر ابني؟ يلا وقع هالوراق بسرعه. شو ها؟ القلم تبعك طلع منزوع، فار الحبر على ايدي. امي امي ركبتي أمي. عم توجعني كتير. حيدر أخي، انتي بسبب غزل المخادعة خنتي ثقة ابنك فيكي، انتي كيف قدرتي تعملي هيك شيء؟ شوفي حيدر منهار، ومثل ما صار فيه عائلتنا رح تنهار كمان. صدقيني مرت عمي، لسه ما فات الأوان، حاولي تشوفي هالبنت على حقيقتها لأنه هي ما بتحبنا أبدا. صدقيني يا أمي، هي بدها تاخذ هذا البيت منا لأنه بدها يعنى نصفها بالشارع. كذابة انتي والكل عم بتكذبوا. دعاء هي عدوتنا الحقيقية ومو حدا تاني، ولهيك عم تتهمنا بجريمة بشعة وما دخلنا فيها. طيب قليلي لكان كيف وصلت ورق ملكية هذا البيت لعندها؟ شو جاوبيني؟ كنت بعرف ما عندك جواب على سؤالي، ولهيك يلي عاملة حالة دكتورة هي اللي رح تجاوب على السؤال. شو اللي عم بصير؟ شو بتحبي نادي لك؟ قلك دكتورة ماليكا ولا المحامية ماليكا؟ يلا قولي الحقيقة لشوف. قولي للموجودين مين الشخص اللي طلب منك تحضري هاي الورق.